Yes, yes. جربت المخدرات استهلكت وبعت وتوا حالتك الصحية يرثى لها، معناتها سمحني في الكلام، معناتها انت تعقبت تو بدنك تحطم، احكي لي. سمحني، فما كلمة استهلكت اما ما بعتش. هذه أول حاجة. أنا بديت حياتي كنت إنسان نعيش عادي، لبس عليا الحمد لله لبس في الظروف الكل. بديت من خلت الولد الحرام، استعملت كوكايين، الحاجة اللي معتني غرقتني في حياتي هي الكوكايين. كنت نشم في الكوكا في الكوكا بطريقة معتها بالبدعة، توفرت عندي بكميات كبيرة، شميت برشا استعملت برشا، وولت العروقة بتاع خشمي ما عادش تعطي إيفي، معتها بلك نشم عبارة ما نعم حدش حد. التجأت معاك ولاد الحرام، زرقت وليت نزرق فيها باش تولي تمشي في الدم ديريك، خاطر البدن ولا حاجته بها وطالبها معناتها بطريقه اللي انت ما تصورهاش، ما عندك حتى مخك في التفكير كيف كان هي. ولينا زرقناها وحصلنا زرقنا برا، كملنا قضينا على روحنا كومبليتمون، نتاع انسان قضى على روحه زرق وتوصل راك توصل معناتها تعمل حاجات ما تتوقعش روحك انت نهار باش تعملها. كعايش عندي 30 عام ما عملت حاجات في 6 شهور التلانين، معناتها ما توقعتش روحي انا باش نعملهم. تسرق، وصلت سرقت، وصلت معناتها كيما نقولوا تحيلت على العباد. مرة بديت نسلف، مش نقول بديت تتسلف بالسياسه، ما عندك كانت عندي فلوس بديت بالسياسه كليتها، بعد ودرت وليت نسلف، بعد كما عادش عطيني حد وليت نتحايل، وبعد وصلت سرقت. شنو نقولك سرقت، معناتها وصلت سرقت، معناتها فلوس من دارها، معناتها كي واحد يسرق فلوس من دارها وعمري ما عملت. انا 30 عام عايش اللي انا معناتها وصلت معناتها المرحله ما عادش فيها. تلقى روحك عايش في الدوامه، بديت تخسر العباد بحذاك بوحدك، كل مره تخسر واحد، لين تجي تشوف تلقى روحك نهار في نهار قاعد وحدك، ما عندك حد من الناس الكل ايست منك. صحيح لو كان جاي يحبوك معناتها فما عند العباد، فما عباد تحبك معناتها كيما نقولوا دارنا يحبوني ما يسوش منك، فما اصحابك يحبوك ايسو منك، فما اصحابك معناتها ما يحبوكش في ساعه ايسو منك، ما حاولوا ما حاولوش يوقفوا معايا، معناتها حاولوا زيد يلوموا فيا شبيك عملت هكا. انا سيبو حصلت وغرقت، مو مثل ما عادش ما عادش فاهم ليه، ما حد كيمش تلومني راك باش تطلبني حتى شيء. حاول يقفى معايا، ما حاولت عباد تقفى معايا بالطرق الكل كذا، اما شيء اقوى مني، انا نقول لك شيء اقوى مني. راك توصل تفكيرك تقعد بال 24 ساعه في البيت و 48 ساعه و 72 ساعه تخمم منين باش تجيب كوكايين، منين باش تجيب حقها، مع طريقتك ما عادش عندك حتى طريق، لازمك تطلع بحل، لازمك تلقى حل، وما فما حتى مره ما لقيتش حل، راك تلقى حل. قلت لك في الاخر ولي مواليد انسان واحد يسرق ونتحايل وناخذ فلوس العباد وما عملتش قبل. علاش في تونس تو تحكي وليتوا تقولوا معناتها الكوكايين والا الاكسترا موجوده اكثر من الزطالي والحكايات هذي؟ باه بالنسبه للكوكايين راهي الظاهره ذي راهي معناتها
وليت كيما نقولوا مش باش نقول اكثر، وليت في الليل ما تلقاش الخبز وتلقى الكوكايين، معناتها افهم، معناتها في الليل تلقى الخبز ما تلقاش الخبز وتلقى الكوكايين. في بالنسبه للكوكايين تولت شدتها عصابات كبار وصغار، مع قبل كانت مربوطه بين الناس، معناتها يقول ولد فلان وفلان وفلان، تولي في الحي في اي حومه شعبيه تلقى شكون يبيع كوكايين وبيع اكستا، في اي حومه راقيه في اي بلاصه تصورها انت راك مش تسال تلقى. بالنسبه للكوكايين، الكوكايين قبل كانت معناتها قله في تونس وكعبات معينين، معناتها الناس بتتعد بس توا، ولا اللي يجي من برا يجيب معاه كوكايين، حتى يجي من الاوروب تقول تقصد؟ يجي من الاوروب. بالنسبه للدول الاوروبيه، الجاليه نتاعنا اللي تعيش البر الكل هي اللي قاعده تدخل في السم هذا. باهي، كيفاش يدخل من المطار ولا من البرد؟ كيفاش؟ باهي، بالنسبه للبرد فما عندنا كيما نقولوا انا جايبه في الجداريات وتلافز وكذا، حل اي قطعه الكترونيك وحط فيها كوكايين، خاطر الكم يفرقهم، عنده كيلو تلقى 100 غرام في التلبس، 50 غرام في الغساله، 200 غرام في الجدار، تلقى روحه مع كتراف البش هذوك مدخل كيلو كوكايين، كيلو كوكايين راهو كيرتا في البلاد. توا راهو كوكايين مولاو يدخل في كل يوم، تدخل في كميات كبيره، مش كيلو مش كل يوم، قاعده تدخل كميات كبيره. انت تقول لي تدخل من البورت، معناتها ما فما سكانير، معناتها تخضع للتفتيش الديواني، كيفاش تتعدى؟ باهي، بالنسبه للسكانير في تونس راهي انا ناكد مش نقول 99%، مش نقول لك 90%، معناتها ما تفيقش 10% تفيق. معناتها 90% ما تفيقش و 10% تفيق. فما دي بلاستيفي سبيسيال اللي فوي تتلف بها السرعة، سكانير معناتها يستحيل لو كان السكانير مش تشوف. فانا في اي حكاية حاطة، في اي حكاية، في اي قطعة الكترونيك، في اي حكاية، فما بلاستيك سبيسيال اللي فوي به السرعة، ما كان بكميات كبيرة بكميات صغيرة راهي سكانير ما تعدي يجم. بالنسبة للسكانير، بالنسبة لي فما عنا كيما نقولوا يستعملوا الكلاب الخاصة نتاع هذوك الخوي، يمكن 70% ما فيقوش، 30% فيقو. اما السكانير في تونس معناتها فما برشا توانسه يجي قاعدين يجيبوا وينجحوا باش يدخلوها. برشا توانسه قاعدين يجيبوا وينجحوا، وقاعدين ينجحوا في كل يوم، قاعدين يجيبوا في كل جمعه، يمشي ويجيب كل جمعه، فما عباد تمشي وتجيب كل جمعه. فما ناس تشدد، خاطر كيما نقولوا احصل، وفما شكون قرر راهي ثما سرعه جايه في المطار، والله راهي ما تفيقش بها السرعه. معناتها معلومه. مخلف معلومه راه ماش يعمل حتى شيء. فما عباد تدخل تبلع السلعه، تبلع لك ب 200 غرام وب 300 غرام كوكايين وهيروين، ويجي يهبط يبلعها في كرشه، كيفاش السكانير مش طلعها؟ برشا في راس العام جاو معناتها تونس وجابوا كوكايين. بالطبيعه خاصه في راس العام، بالنسبه لراس العام فما برشا، انا واحد من الناس عندي معناتها فكره على عباد دخلت برشا سلعه لراس العام. برشا يقول لك برشا سلعه، يقول لك من الرطل ومن الكيلو، راهو معناتها متأكد 1000% معناتها، ونعرفهم شخصيا. أنا في برشا عباد ليلة راس العام دخلت سرعة، برشا سرعة للبلاد، دخلت برشا سم للبلاد، دخلت برشا تحطيم للشباب للبلاد، ونقولوا إن شاء الله ربي يسامح. سامحني، هاك أنت معناتها اش مازال فيك؟ هاك أنت تستهلك؟ أنا إنسان مدمن مريض، معناتها ما عادش مستهلك. قبل كنت مستهلك، توا إنسان مدمن. بل كنت نستهلك بور باش نعمل جو، تو اللي نستهلك باش نحي المرض نتاعي. حكيت معناتها شو اسمه السوبيتكس، منين تجي؟ هاي برشا يدخلوا من المطارات في السوبيتكس. لازم سامحني، احكي لي بالضبط كيفاش تدخل المطارات، وكيفاش تدخل من البورت، وكيفاش يعطوهم في فرنسا بليش كما قلت لي بالك. احكي لي السوبيتكس منين تدخل؟ باهي، بالنسبة للسخان نعطيك فكرة شنو هي السوبيتكس. السوبيتكس هي علاج نتاع مرض مدمن نتاع كوكايين. في الدول الأوروبية يعطوهم السوبيتكس كعلاج للمرض هذا، ياخذوه يمشوا يقيدوا رأسهم مرضى في فرنسا. وأنا نعرف عباد معناتها تقيد كيما نقولوا كل شهر عنده كمية نتاعو، ياخذ كعبتين في النهار، كعبة ونص كعبة، أنت والطبيب قداش يعطيه، يلمهم كل يلمهم يجي يروح للبلاد يجيبهم لهنا، يدخل لتونس كالعادة، يلفهم كالعادة نفس الطرق، تتلف كي يبلع السلعة في كرشه يدخل بها، كي تدخل في قطع الكترونيك، كي تدخل مع في ملابس داخليه نتاع البنات كالعاده، نفس البرنامج هو بيدو. معناتها العباد كل يوم قاعده تلقى في فكره باش تدخل فيها في السلعه، كل يوم نلقاو يفيقوا بهم الطريقه هذيك، غدوه يلقى لك حل اخر. العصابات هذه راهي ما ترتاحش وما تتعبش وما تنجم توقف حتى انسان. سامحني، قداش يبيعوا فيها في تونس وقداش تبيعوا فيها في تونس؟ باهي، بالنسبه للسوبيتكس معناتها
هيك كيما نقولوا كل بورس اسوا مات ما تطلع وطابت ديما كعبت 40 دينار 50 دينار مؤخرا كذا شهور التالي وسط الكعبه 600 دينار ورجع تو سمر عادي تو تخدم 40 دينار 45 دينار 50 دينار انت والبيع ما تفوتش 50 دينار كعبه سبيتكس معناتها هو الدوية هي سبيتكس هذي راهي معناتها حاجة مرة مش كيما نقولو كوكايين اللي يزرقوا سبيتكس هذوما المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة باتيت سي بيه سامحني معناتها أنت تعرف مرض هاكا مغرقين البلاد معناتها الشباب مات الشباب مات خاطر لا غالب خاطر احنا في بلاد كي تغلط وتطيح ما يقفوش معاك الكيتامين هذية متاع الزويل كيفاش وليتوا تستهلكوا فيه؟ بالنسبة للكيتامين راهو ماهيش مخدرات هما العباد ولاردوها مخدرات كيفاش ردوا مخدرات؟ بالنسبة للكيتامين هو بنش متاع زويل معناتها يقول لك بنش فما نوعين بنش متاع فيولة وبنش متاع حصنة متاع الفيل أقوى من متاع الحصان ناخذوها نحطوها في صحن نطيبوها هي ماء تتبيع بودرة بيبز بولار فما بيبز بولار كيما بيبز بعد بيبي نسير متاع دواء تحطها في صحن سخون كي تشيح بعد تخرج شوية تخرج كل غبرة البيضة تلم كل كدس هذه من حاجات اللي ما انت كنت على واحد يحب يهرب على الموضوع ما انت يحب يهرب على الدنيا اصلا ما انت كي تشم كيتامين ما عادش تفيق بروحك اصلا ما انت تشوف تولي تشوف في حاجات اخرى مش باش تجم افسر لك خاطر ما انت واحد قاعد صحيح انا توا قاعد لنا بشم كيتامين انا لنا اما مخي الله اعلم مين مش معناتها مخمم في فلان وفلان ليه الدنيا كحلة وظلام وكيما نقولوا كيما يقولوا عاه معناتها كيما نقولوا معناتها باش نهرب شوية على الواقع و باهي انت علاش تستهلك فيه؟ باهي بالنسبة للكيتامين استهلكت قبل ما كل واحد كيفاش انا استهلكت كيتامين استهلكت كستا استهلكت انواع من كل مخدرات كل جربتها ياك محتم تو هاك مريض؟ لا مريض سبحان الله انسان معناتها منتهي مش انا مش ربي مش نقول انتهي معناتها واحد منتهي تسعه روحيه نتاعو بلغه اخرى بلغه اوضح اما هان نحاول نقابل نتغلبوا على الوضع ما مشنا غرقت انا غرقت